السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية قول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. اليوم عندنا تحدي جديد من تحديات صيفنا للتعرق، عندنا المرحلة الثامنة أو اليوم الثامن. عندنا التحدي يتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى يقول لك أزل لافتات لا للتعرق من المنتجات المسترجعة. أول ما تحط على التحدي يبين لك مواقع كثيرة، هم طالبين منك 3 بس، أنت تعال في هذا المكان عشان تاخذ الثلاثة اللي ورا بعض، شايفينها؟ طيب خليني أوريكم شكل اللافتات. هذه هي، تيجي عليها وتضغط مربع، هذه واحدة، وهذه الثانية، وهذه الثالثة والأخيرة. كده خلصنا المرحلة الأولى. طيب بعد ما سوينا المرحلة الأولى ننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية يقول لك ضع لافتات لا للتعرق في سلة المهملات. أول ما تحط على التحدي يبين لك موقعين، هذا موقع وفي هذا الموقع، بس أنا أختار الموقع هذا لأني أنا سويت التحدي في هذا المكان. وفي ملاحظة أوضح لكم إياها، تقدر تسوي المرحلتين في جيمين، يعني المرحلة الأولى إذا سويتها في جيم واحد قتلك وما كملت التحدي تقدر تسويه في جيم تاني، تمام؟ طيب خليني أوريكم شكلها فين. هذه هي، تيجي هنا وتضغط مربع. كده خلصنا التحدي وأخذنا حقيبة الظهر الستايل الجديد.